بسم الله الرحمن الرحيم. رح نبدأ اليوم إن شاء الله محاضرة جديدة من الميكروبيولوجي. طبعا المحاضرة هذه يا جماعة هي بدل العملي. من اليوم ورايح رح يصير عندك 3 محاضرات في الأسبوع للمايكرو، محاضرة يوم الاثنين، محاضرة يوم الأربع، محاضرة يوم الخميس. طبعا هذا للأسف حتى أنا أقدر أني أختم لأنها مادتكم شوي طويلة، لكن محاضرة الخميس أو اللي هي البدل العملي أنا ما رح أعطي ساعتين، رح أعطي بما يتضمن أو بما يقطع محاضرة واحدة. طبعا الاشي اللي كتير مهم انكم تعرفوه انه احنا ماشيين لحد هسه ماشي الحال كويس، لكن لقدام رح يصير في عنا مثلا كتير من انواع من الفيروسات من البكتيريا من هيك، فانا بفضل انه اصير امشي معكم شوي شوي، بس بالمقابل طبعا بدي وقت اكتر. على كل رح نبدا اليوم ان شاء الله بالشابتر 6. شابتر 6 بيحكي عن الاميونيتي، الاميونيتي اللي هي المناعه، مناعه جسمك ضد الميكروبس. احنا اخذنا في شابتر 5 الباثوجينيسيس، شو هي الاليات اللي بتستخدمها البكتيريا او الميكروبس بشكل عام، وطبعا احنا خصصنا البكتيريا بشكل خاص ضد الهوست حتى تعمل له انفكشن او حتى تعمل له ديزيز، وشو هي اهم الفاكتورز اللي بتساعد على حدوث الامراض. طيب بالمقابل بدنا نحكي انت جسمك كيف بتصدى لهذه الامراض، شو هي اهم الميكانيزم اوف اميونيتي اللي موجوده عندك. طبعا احنا لما بدنا نحكي هسه رح نحكي عن الاميونيتي بشكل عام، سواء كانت الاميونيتي هذه ضد البكتيريا او ضد الفيروسات او ضد الفطريات او ضد اي باثوجين. في عندك في جسمك جهاز مناعة قوي، في عندك في جسمك آليات مناعة وخطوط دفاع اول وتاني وتالت رح نحكي عنهم هسه. اول اشي بدنا نبدأ فيه اللي هو يا جماعة تعريف الاميونيتي، شو هي الاميونيتي، شو هي المناعة بشكل عام. طبعا معرف لك اياها the way in which body can protect itself from invasion by pathogen microorganism and provide defense mechanism defense against their harmful effect. ايش يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني هي طريقة الجسم او الطرق اللي بيلجأ لها الجسم حتى يحافظ على حاله، حتى يحمي حاله من الغزو او من خلينا نحكي الاجتياح او من هجوم اي نوع من انواع الباثوجين مايكرو اورجانيزم او اي نوع من انواع الكائنات الحية الدقيقة الممرضة او اي نوع من الميكروبس بشكل عام، ويقلل من تأثيراتها الضارة ويمنع تأثيراتها الضارة، يعمل دفاع او يزودك بآليات دفاع ضد الافكت الضارة او التأثيرات الضارة لهذه الميكروبس. هاي يا جماعة هو باختصار صار تعريف الاميونيتي. هلا حتى يسهل عليك موضوع خلينا نحكي موضوع التقسيم الاميونيتي والمناعه، انا في عندك بدك تعرف انه في عندنا تصنيفين للمناعه. هلا التصنيف الاشمل والاهم بحكي لك انه منصنف المناعه لمناعه نان سبيسيفيك، مناعه غير متخصصه، مناعه بدائيه، مناعه بتكون موجوده في عندك منذ الولاده، تمام، مش متخصصة ضد ميكروبس معين أو ضد فيروس معين أو ضد بكتيريا معينة، هي مناعة بتكون موجودة ضمن أي أو نحكي ضد أي غزو أو ضد أي نوع من الميكروبس بغض النظر عن نوعه. هلأ في المقابل عندي مناعة متخصصة بتنتج، ما مش بتكون موجودة من الأصل، لا هي بتنتج في الاستجابة أو استجابة لمايكروبس بالخصوص، اللي هي بنحكي عن الانتيبادي، اللي هي بتصير هاي الانتيبادي متخصصة ضد هذا الميكروبس اللي دخل عندك على الجسم، أو طبعا التي سيل أو اللي هي الخلايا التائية اللي برضو تعمل مناعة متخصصة، مناعة خصوصية او ضد ميكروبس معين، فبتكون اشمالها متخصصة، بتكون سبيسيفيك. بينما في حالة النان سبيسيفيك اميونيتي انا عندي مناعة غير متخصصة، عندي مناعة اول شيء طبعا هي خط الدفاع الاول والثاني، هي مناعة غير متخصصة يعني بتكون موجودة اصلا منذ ولادة الانسان، بتكون موجودة دائما في جسمه، تمام، وهي
مش متخصصة لنوع معين من الميكروبس، هي بتدافع عن أي، بتدافع عن الجسم ضد أي نوع من الميكروبس أو أي نوع من هجوم الميكرو أورجانيزم، بغض النظر عن مين مسبب الهجوم، مين مسبب الهجوم. وطبعا هذا الكلام رح نكتشفه إن شاء الله خلال الشابتر بالتفصيل، كيف هاي بتشتغل وكيف هاي بتشتغل. على كل النان سبيسيفيك اميونيتي بتضم الفيرست لاين والسيكند لاين. ايش يعني؟ يعني خط الدفاع الاول عن الجسم وخط الدفاع الثاني عن الجسم. هلا الثيرد سبيسيفيك اميونيتي بتتضمن الثيرد لاين او اللي هي خط الدفاع الثالث عن الجسم. هلا الخط الدفاع الاول بضم مجموعتين من الاليات، في عندنا الميكانيكال فاكتور والكيميكال فاكتور، او الميكانيكال ميكانيزم والكيميكال ميكانيزم. طبعا احنا رح نحكي عنهم هلا كلهم بالتفصيل، لكن انا حبيت اسويهم في شكل مخطط حتى يسهل عليك حفظهم. على كل الاسم الثاني للنان سبيسيفيك اميونيتي هو النيتشر اميونيتي او الانات اميونيتي. الاسم الثاني للسبيسيفيك اميونيتي هو الاكوايرد اميونيتي. هلا في تصنيف ثاني للمناعه اللي هو راح يكون كمان انات واكوايرد، لكن راح تختلف انواع الانات او تقسيم الانات وتقسيم الاكوايرد، بنحكي عنه لما بنوصله. برجع انا وياكم للكتاب صفحه 52، حاطط لك هو طبعا في جدول زي اللي انا عملته مخطط، بس هو حاطط لك اياه جدول، حكي لك نان سبيسيفيك ديفنس ميكانيزم او نان سبيسيفيك اميونيتي وسبيسيفيك اميونيتي. حكي لك انه نان سبيسيفيك بتضم الفيرست لاين والسيكند لاين، والسبيسيفيك بتضم طبعا الثيرد لاين. حاطط لك بعض الفاكتورز اللي هم لهم دخل بالفيرست لاين زي السكن والميوكس، الميوكس ممبرين او الغشاء المخاطي ودير سكريشنز. حاطط لك امثله على السكند لاين زي الفاجوسايتوسيس زي الانفلاميشن. حاطط لك مثال على الثيرد لاين او على سبيسيفيك اميونيتي اللي هم الانتي بوديز وخلايا الليمفوسايت اللي هي نوع من انواع طبعا خلايا الدم البيضاء. على كل احنا رح نتعرف على هاي الفاكتور بالتفصيل، ورح أبدأ أنا وياكم بخط الدفاع الأول اللي زي ما قلت لكم قسمته أنا وياكم للميكانيكال فاكتور اللي هم موجودين بصفحة 52 والكيميكال فاكتور اللي هم موجودين في صفحة 53. طيب مين هم؟ شوفوا هلا، شوفوا على ايش احنا عمنا نحكي. نحكي عن الميكانيكال فاكتور من الفيرست لاين من النان سبيسيفيك اميونيتي، لا تخربط. عم بحكي عن هلا انا بلشت بخط الدفاع الاول اللي هو بندرج تحت المناعه الغير متخصصه، راح ابدا احكي على الميكانيكال فاكتور. شو هم هدول الميكانيكال فاكتور؟ اهم الميكانيكال فاكتور اللي هو السكن، الجلد. مس هل الجلد يعتبر وسيله حمايه؟ طبعا الجلد هو من الميكانيكال فاكتور ومن خط الدفاع الاول عن الجسم. كيف يا مس السكن بدافع عن الجسم؟ بكل بساطه السكن نفسه هو حاجز او حامي لايش؟ لكل الستراكشرز والاورجانز اللي بتكون موجوده تحتيه. هاي نقطه. النقطه الثانيه انه حتى الكيراتين اللي بتكون منه الجلد او اللي بيكون موجود في طبقه الجلد له يعني تأثير بروتكتيف. ايش يعني تأثير بروتكتيف؟ يعني له تأثير دفاعي عن الجسم. مثلا حتى الشعر اللي بيكون موجود على الجلد، هذا الشعر طبعا انتم عارفين بيكون اصلا مكون بشكل اساسي من الكيراتين. هلا هذا الشعر ممكن يساعد على انه يطرد كذلك الامر الميكروبس قبل ما تفوت عن طريق او من خلال الجلد للاعضاء الداخليه. الفاكتور الميكانيكال فاكتور الثاني المهم كتير اللي هو الايز واللاكريمال اوف ذا ايز. ايش يعني اللاكريمال؟ اللاكريمال يا جماعه يعني الدموع، التيرز. اللاكريمال حط بين قوسين هنا تيرز، حط بين قوسين ايش؟ تيرز او الدموع. الدموع اللي بتطلع يا جماعه من العين هي وسيله حمايه. مرات تحس حالك انك دمعت من غير ما يكون عندك، من غير ما بتكون تبكي يعني. هلا هاي الدموع بتكون اذا نزلت دمعه او دمعتين من عينك هيك فجاه من غير سبب او من غير انك عم تبكي او اشي، فاعرف انه هذا بيكون في باثوجين او في ميكروبس حاول يدخل لجسمك عن طريق العين، والعين تصدت لهذا الاشي عن طريق شو؟ عن طريق التيرز. حتى انت مثلا لما مثلا بقرب اشي على عينك، ممكن مثلا بالغلط الم او مثلا اي اشي يقرب على عينك انه بده يخترق عينك او بده يجرح عينك، على طول عينك شو بتبدأ تعمل؟ بتبدأ تدمع على اساس انه ما يفوت عندي اشي من الميكروبات الى داخل الجسم عن طريق العين. الفاكتورز الثالث او الميكانيكال فاكتورز الثالث اللي هو السلايفا.
عارفين شو السلايفا؟ اللي هو اللعاب. طبعا اللعاب بيساعد على نظافة كل منطقة التيث والجم من اي مايكروب، من اي مايكروبات. لذلك الامر اللعاب المتجدد او كثرة اللعاب بتساعد على طرد اي نوع من انواع او منع اي نوع من انواع الميكروبات انها تدخل الى داخل الجهاز الهضمي او الى داخل الجسم. الميوكس او اللي هو الطبقة المخاطية، سواء الميوكس اللي بيكون مغلف يا جماعة الريسبيراتوري تراكت او اللي هي القناة التنفسية، او اللي بيكون مغلف الجاسترونتستينال تراكت اللي هي القناة الهضمية. طبعا في الحالتين هو اشماله بيعمل على طرد الميكروبس مع الميوكس او مع المخاط الى خارج الجسم. كذلك الامر انا في عندي في اللور ريسبيراتوري تراكت، يعني في اخر القناه التنفسيه او تحت عند الرئتين، عندي سيلاري. ايش يعني سيلاري؟ زي شعيرات او زي الاهداب البسيطه. هاي الاهداب بتكون في اخر القناه التنفسيه وبتساعد ايضا على صعود الميوكس وعلى التخلص من الميوكس وعلى التخلص من الميكروبات اللي بتكون في او اللي بتهاجم او بتحاول تفوت عن طريق القناة التنفسية. العامل الخامس من او الفاكتور الخامس من الميكانيكال فاكتور اللي هو يا جماعة اليورين. مس البول؟ نعم اليورين. هلا اليورين لما بيطلع من الجسم بيحمي اليوريناري تراكت، بيطلع معاه اي بكتيريا عم بتحاول تفوت الجسم عن طريق اليوريناري تراكت. كذلك الامر في عندنا الفاجينال سيكريشن او اللي هي الافرازات المهبليه، كذلك الامر بتحافظ على خلينا نحكي عدم تلوث الفاجينا او عدم تلوث المهبل وعدم دخول اي مايكروبس من هذا المكان الى داخل الجسم. هاي يا جماعة كانت أهم الميكانيكال فاكتورز اللي بضمها خلنا نحكي أو اللي هي من ضمن البرايمري ديفنس لاين. لو جيتنا نحكي على الكيميكال فاكتور، الكيميكال فاكتور بتضمها، لأن أنا هون عن شو عم بحكي؟ عم بحكي عن نون سبيسيفيك فيرست لاين كيميكال فاكتور. الكيميكال فاكتور في عنا أول إشي السبتم. بدك تحكي لي بس شو السبتمز؟ السبتمز يا جماعة هي الفاتي أسيد اللي بتكون موجودة في الجلد. هلا طبقة الأدمة في الجلد، انتو عارفين انه طبقة بشرة بعدها تحتها ايش؟ طبقة أدمة. طبقة الأدمة بيكون فيها غدد دهنية، الغدد الدهنية هذه بتكون تحتوي على فاتي أسيد. هلا هذا الفاتي أسيد ايش بتكون وظيفته؟ بتكون وظيفته انه بكتيريوستاتيك. شو يعني بكتيريوستاتيك؟ يعني انهبت للجروث للبكتيريا، يعني في حال دخل عندنا بعض البكتيريا وتجاوز خط الدفاع الاول الميكانيكال فاكتور رح يتعرض لهذا السيبم اللي هو عبارة عن مجموعة من الفاتي أسيد، فممكن انه طبعا هذا الفاتي أسيد تعمل انهبت لنمو البكتيريا، تعمل انهبت لنمو البكتيريا. طيب في عنا الريسبيريشن او البريسبيريشن ووش مايكرو اورجانيزم اوف سكن. شو يعني يمس هذا الكلام؟ يعني يمس الشهيق والزفير. هلا انت لما بتعمل شهيق زفير شو طلع من انفك؟ طلع من انفك هواء. هلا هذا الهواء رح يجي على جلدك او ممكن يجي على ايدك او يجي على رجلك وهو طالع، ممكن يجي على وجهك. هلا هذا الهواء وهو طالع، هذا الزفير وهو طالع ممكن يعمل ووش للميكرو اورجانيزم اللي بتكون على السكين. ايش يعني ووش؟ يعني ممكن يعمل او ممكن يخلص الجلد اللي بيكون مثلا على الوجه او الجلد على اليدين من اي مايكرو اورجانيزم عمالها بتحاول تدخل الى داخل الجسم. طيب في عنا النقطة الثالثة اللي هي اللايزوزايم اللي موجود بالتيرز والسلايفا والنيزل سيكريشن. خلنا نتفق انا وياكم على اشي، اذا انا حكيت لك تيرز او سلايفا تحكي لي على طول ايش؟ ميكانيكال فاكتور. اما اذا انا حكيت لك او حكولك انه اللايزوزايم، ايش اللايزوزايم؟ اللايزوزايم هي مجموعه من الانزيمات اللي بتكون موجوده في الخلايا اللي بتنتج الدمع او الخلايا اللعابيه، تمام؟ بتنفرز مع اللعاب او بتكون مرافق للعاب او بتكون مرافقه للميوكس يعني نيزل سيكريشن او الميوكس، او بتكون مرافقه للسلايفا، يعني هي مش جزء من الدموع، هي بتفرزها فرضا خلايا العين او بتفرزها خلايا السيليفر جلاند، خلايا الغدد اللعابية، تمام؟ كيف تفرزها؟ بتفرزها مع
تفرزها مع التيرز. افهم هذا اشي وهذا اشي. اذا التيرز هي الدموع اللي انت عارفها، السلايفا اللي هي اللعاب اللي انت عارفه، النزل سكريشن المقصود فيه الميوكس، تمام. هلا كل هدول هم لحالهم ميكانيكال. هلا انا بحكي لك انه مرات مثلا الغدد اللعابيه، مرات خلايا العين، مرات خلايا اللي بتكون موجوده في القناه التنفسيه او في الانف بتفرز لايزوزايم اللي هي عبارة عن مجموعة من الأنزيمات اللي إلها القدرة على تدمير المايكرو أورجانيزم، بتفرزها مع اللعاب ومع الدموع ومع الميوكس. فبدنا نركز لما نحكي تيرز سلايفا أو نازل سكريشن على طول ميكانيكال. إذا أنا بحكي لايزوزايم معناته كيميكال، معناته كيميكال. ضل عنا الفاكتور الأخير اللي هو الهاي أسيديتي أو الـ HCL الموجود في المعدة. الـ HCL الموجود في المعدة مش بس بيساعد على هضم البروتينات، كذلك الامر له اهمية كبيرة انه بيعمل بريفنت الميكروبيال جروث في المعدة، او بيعمل على حماية المعدة من اي ميكروبيال جروث، لانه اصلا البكتيريا او حتى الميكروبس بشكل عام ما بتتحمل الهايلي اسيدك، او ما بتتحمل درجة البي اتش الواطية اللي هي تقريبا من 1.2 ل 3، تقريبا اصلا البي اتش تاعت المعدة بتكون حوالين 2 يعني كوسطية. هيك يا جماعة بنكون خلصنا حكي عن الفيرست لاين اوف ديفنس او خط الدفاع الاول على الجسم. رح اكمل انا وياكم مع النون سبيسيفيك اميونيتي مع السكندري ديفنس ميكانيزم في الجزء الثاني من الفيديو.